نحكيوا على مقابلات البطولة اللي قاعدة تلعب في اللحظات هذه، باش ناخذوا أكثر تفاصيل فنية من عند المنجم إبراهيم المحلل الفني. سي المنجم، أهلا بك. مرحبا بك خويا اسلام، ومرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام، وسي توجور ان بليزير داتر افيك تو. سعداء جدا احنا زاده بوجودك معنا سي المنجي كالعاده. دونك خلينا نفهم الساعه، فاش تفرجت؟ تفرجت في النجم الرياضي الساحلي للاتحاد المنستيري، مالوريزمون سي لو سول ماتش اللي قاعدين يعديو فيه. بون، فما دي باج فيسبوك ويوتيوب قاعدين يعديو، لكن خلينا نبدا ماتش تفرجت فيه. خويا انا لاني فيسبوك لاني نعمل تدوينات لا حتى شيء، بعثات تكتبوا حاجات باسمي وهذا شيء اسف. اي صحيح، سيرتو المده هذيا قاعد تشوف في برشا تدوينات باسمك. صحيح، باسمي على النادي الافريقي اللي انا قلت كلام معناها على النادي الافريقي ودرا شنو معناها شيء. عمرك ما قلت جامي دي جران جامي، انا لساني نقصه كالنهار نقول على النادي الافريقي ولا على اي فريق في تونس. ديما نقول كان لي ايجابيات. انا اليوم مانيش باش نعطي دروس للناس معناها كو النادي الافريقي، النادي الافريقي الناس تعرف شنو هو منجم ابراهيم على بارابور على النادي الافريقي دونك وفرق الكل اللي انا ولد تونسي جو نوبلي جامي دو جو فيان، عمري ما ننسى منين جيت. لكن اليوم ثم برشا ناس قاعد تعمل في اشياء معناها ما يلقاوش ما يقولوا اشياء اللي معناها غالطه 3000%. ضميري مرتاح والناس هذوما انا نتيح فيهم وربي ثم ربي في الدنيا وان شاء الله. الله يهدي النادي الفريق الكل جاني حتى من قطر وكل شيء. هذه فرصه، والله فرصه. انا ما نعطيهمش قيمه الناس هذوما، اما راهو اللي يقول حتى حد ما يمنك. ضريبه الشهره يا سي المنجي، هذيك ضريبه الشهره. انت اسلام محلاك، وانت تعرف اللي بعد ساعات في الاوف ثم ناس شنو اللي قاعده تقولوا في الديريكت، يقولوا كلام اخر. صحيح. دونك انا ديما الكلام منجب ابراهيم في الباتو ولا في الاذاعه في اكسبريس اف ام، منجب ابراهيم هو نفس الشخص في الحياه، والحمد لله اصحابي اللي تربيت معاهم هما نفسهم. انا وكان نحكي حكايتي والله تعرف بكيت على الحكايه هذه، تعرف علاش بكيت؟ على خاطر الناس تستغل في فرص باش تحاول تمسخ العباد. سين اون النادي الافريقي هذاك فريق هذاك عاتي درس للعالم بالوقفه نتاع الجماهير نتاعو. اي بور موا الناس اللي تكتب الاشياء هذيا ما عندهم حتى علاقه بالكره القدم وبالرياضه، لكن اليوم ما نحبش نعطيهم قيمه اكثر من هكا. والحمد لله يا ربي جماهير النادي الافريقي طلبوني قالوا لي نعرف اللي انت الكلام هذا عمرك ما تقوله. لان الحمد لله جو سوي بلو غران كو سا، الحمد لله. اكيد باهي، خلينا اخويا نبدا نحكي باستفاضه اكثر على الماتش اللي قاعد تفرج فيه سي المنجي، ماتش الاتوال والاتحاد المونستيري. اعطينا اكثر تفاصيل على المقابله. هو المباراه راهو كان متوقع اللي ماهيش باش تصير مباراه كبيره برشا، لان نعرفوا النجم الرياضي الساحلي على علم وان كانت امنيه مسيو روجي لومير يسير المباراه هذه، لان المباراه الاخيره في القروان دونك تاع النجم الرياضي الساحلي، لكن يمكن ثم رفض من طرف زاد الاسعد جرده من حقه هو باش يلعب ضد الاتحاد المنستيري. كانت الامنيه نتاع مسيو روجي لومير سيرتان مازال باش يواجه اسطوره المدربين هو سي فوزي البنزرتي، لكن ما صارتش. دونك او موا اللي حب عليه مسيو روجي لومير ما صارش، لكن صارت معناها خروج مسيو روجي لومير بار لا كرون بورت. انا شو نقول المباراه هذه حتى حد ما كان ما كناش نستناو معناها مباراه باش تصير كبيره برشا، لان نعرفوا الاتحاد المنستيري معناها يعرف اللي النجم الرياضي الساحلي باش يجي باش يحاول يسجل هدف في اقرب وقت، لان معناها البلاي اوف هذه باش تخلي اللي سمع برشا حسابات اللي قاعده تصير في الملعب. شفنا النجم الرياضي الساحلي ما خذا حتى ريسك اون بريمير ميتون، حتى لي لاتيرو ما طلعوا لا بروف ان كورنير سولمون في الدقيقه السابعة، ومن بعد ما شفناش ركنية. وفي نفس الوقت البلوك با نتاع الاتحاد المنستيري ومالغريك لعب 4-3-3 باش يحاول زاد من، لكن النجم الساحلي ما طاحش في الفخ، ما خرجش من الدفاع نتاعو وحاول. لكن الحاجة الوحيدة اللي النجم الساحلي إذا كان جاب باش يلعب على
النتيجة إيجابية يلزموا أكثر، وهذا اش قاعدين نشوفه في الشوط الثاني، معناه دخول النجم الذي ساحلي بعقلية أخرى، وشوفنا توا اللاعب هذا بوتمان اللي باش يصير له ورقة حمراء لأن أعطاه راس بالهد لمدافع الاتحاد المنستيري والجورات على أعصابها، وجتروف إنادميسيبل ديريكسيون كوم سا في ماتش مباراة من هذية، وإن شاء الله تتعدى في ظروف باهية إن شاء الله. خلينا ناخذ تعليق على بقيه النتائج. نبداو من سليمان. سليمان مع الكلوب التعادل السلبي دون اهداف. نعرف ما شفتش المقابله، لكن فقط ناخذ تعليق على النتيجه. نعرف ما تعرف اليوم مستقبل سليمان قاعد يتعدى بظروف صعبه وصعبه جدا. اليوم مغادره المدرب معالج خلات اللي مستقبل سليمان يلوج اكثر على النتيجه وعلى الاداء، ومعناها والنادي الافريقي قاعد تبارك الله معناها عدي في مباراه، عدي المباراه الاخيره ما فيهاش اهداف ضد نجم الساحلي، كانت مباراه كبيره برشا، لكن اليوم النادي الافريقي مطلوب بغياب ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل صابر خليفه، وبلا خليفه خلى مكانته تحب ولا تكره، لكن اليوم الغندري معناها كان في المستوى في المباراه الاخيره اللي عداها، والنتائج هذه الكل الناس كل متخوفه كي تشوف انت في المباريات الكل تسجلوا كان هدفين، معناها يوريك اللي اليوم الفرق الكل تلوج اكثر على النتيجه كعلى الاداء. كيف السي بي ليسبيرونس مازال تعادل السلبي دون اهداف؟ الترجي الرياضي التونسي نقطة استفهام، اللي أنا فريق كبير الماتش الخامس دون أهداف الترجي. إيه وشفت المرة الأخرى ثم برشا قاعدة تصير برشا أشياء اللي ما تليقش بفريق اسمه الترجي الرياضي التونسي، لأن اليوم الترجي الرياضي التونسي كي قلتها المرة الأخرى ثم ناس لامت قلت لهم ثم ملاعبية في الترجي الرياضي التونسي نورمالمون هما يعطيوا له فلوس باش يلعبوا في الترجي الرياضي التونسي. اليوم الترجي الرياضي التونسي نقطة القوة نتاعو هو الجماهير، مي مالوريزمون جوارات ماهمش في المستوى، وثم حاجة أخرى اللي قاعدة صايرة في الترجي الرياضي التونسي اللي ما فماش استقرار في الـ في 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 الـ في التركيبة نتاع الفريق، كل مرة ثم تغييرات كبيرة برشا، ثم ملاعبية وينو فادي بنشوق أنا نتأسس، اليوم فاروق الميموني زاد نفس الشيء أو العب عدى مباراة ممتازة بعد يلقى روحه في بنك الاحتياط، ثم برشا أشياء. ولو أنه سيمونجي في اللحظة هذه تسجل الهدف الأول الترجي طبعا شوية نعطيه شكون صاحب الهدف. نعرف ماك تعرف اليوم الترجي عنده البوتنسيال، اليوم راهو لازم الناس تعرف حاجة، إذا كان الترجي معناها توصل باش تعمل برشا معناها فرص سافيدير كي ان ترافاي اللي قاعد معمول، لكن اليوم باش صعب المسؤولية نتاعك والمأمورية نتاعك يلزمك تسجل في أقرب وقت، خاطر كل فريق أنا نستطيع تقول الفريق الفلاني جاء بلوك با ديفنسيف، سي نورمال تلعب ضد الترجي الرياضي التونسي، أنت ماكش باش تخسر ستة وسبعة بلاش، تحاول تجاسف، دونك اليوم فريق الترجي الرياضي التونسي مطلوب في كل مباراة باش يسجل هدف باش يلاقي المأمورية نتاعو، لأن عنده جماهير زادة كبيرة برشا تبارك الله وقاعدين موجودين في كل المباريات وفي حتى في التدريب، خلات اللي الترجي الرياضي التونسي اليوم يلزمه يراجع نفسه ونيفو أوفنسيف باش يحاول يسجل الأهداف ويسأل المأمورية نتاعو. في متلاوي اتحاد الطاوي متقدم على نجم متلاوي واحد بلاش. المتلوي تاع المتلوي نعرفوا التململ والاشياء اللي قاعده صايره في المتلوي شيء اسف فريمون، ما فماش استقرار ما فماش ستابيليتي، عكس اتحاد تطاوين تشوف اذا كان خذا المسؤوليه سي شكري الخطوي يعرف شنو يعمل ويعرف على علاش المشروع معناه عجبه برشا، ونعرفوا قوه الشخصيه تاع شكري الخطوي خلات اللي اليوم اتحاد تطاوين تبارك الله موجود في مرتبه اكسبسيونيل ويلعب بنفس الطريقه خارج الميدان وفي تطاوين ولا خارج تطاوين، وشفنا السنه الفارطه ضد النادي الصفاقسي في صفاقس فاز 2-1، معناها مش من السهل باش تفوز على النادي الصفاقسي وانت معناها فريق اكسبسيونيل العمل اللي قاعد يتعمل والجماهير باش تكون فرحانه بوجود شكري الخطوي على راس الفريق اتحاد تطاوين. مستقبل رجيش ايضا متقدم على جرجيس واحد بلاش هدف مالك بحر ضد مرماه.
رجيش مع سي فريد بن بلقاسم قاعد يعدي في مباراة اكسبسيونيل، واليوم اذا كان العمل قاعد معناها موجود بالنتيجة الحمد لله ربي، مش من السهل راهو اليوم مستقبل رجيش يلزم ويحذاري ويرد باله زاد في المباريات اللي موجودة في المهدية، لان ماك تعرف الرجيش تلعب في المهدية، وشكرا لكارم المهدية معناها لتوفير الملعب، لكن الرجيش القاعدة ما نلوموش برشا على تو نحكيو على بعد عشابة، لكن اليوم الرجيش قاعدة تعمل في فريمون دي ماتش انكرويابل حتى او نيفو تكتيك، ويعرف كيفاش يتعامل وحتى ما يعرفش كيفاش يفوز، يعرف كيفاش مين هذا باش CSS في اللحظات هذه سجل الاتحاد بن قبدين الهدف الاول ليه في الطيب المهيري. الاتحاد بن قبدين متقدم في بداية الشوط الثاني على CSS 1-0. شفت CSS يوريك ان اليوم التململ هذا اللي قاعد صاير كل مرة مدرب انت كي تصير اقالة انيس بوجلبان هو في المرتبة الثانية معنا شيء اسف، وتجيب مدرب ولو لعب في بورتو ولا في الفريق اليوم من 2019 ما يعرفش معناها ما رجعش للنادي الصفاقسي على اي انا سكي انكرويبل في النادي الصفاقسي بالجماهير الموجوده اللي ما يعرفش جماهير النادي الصفاقسي لازم يمشي يتفرج مره ويشوف فريمون حبهم للنادي. اليوم نقطه القوه نتاع النادي الصفاقسي كانت اليد في اليد لمشروع واحد هو النادي الصفاقسي. اليوم ثم اشياء قاعده صايره في النادي الصفاقسي اللي هي نقطه استفهام خلات ان الفريق اليوم تشوف معناها ادوميسيل حتى ادوميسيل لان في با لا ديفيرونس. في نفس الوقت اليوم اتحاد بن قردان باش يرجع لك الاستقرار اللي عودنا به قبل، عندهم مدرب اليوم اتحاد بن قردان يعرف كيفاش يتعامل مع الفريق، ومعناش ماهوش مطلوب من اتحاد بن قردان باش يعمل المردود في بالاخص في الصفاقس. اليوم متقدم 1-0 دونك اون فا فوار رياكسيون تاع نادي الصفاقسي، لكن شيء اسف شنو اللي قاعد صاير في نادي الصفاقسي. الشابه ايضا متقدم على الاولمبي البيجي 1-0 هدف اشرف الزواغي. انا نقول تو سامبلومون اشرف الزواغي ديما نحكي عليه، انا حبيته حتى يكون في الفريق الوطني التونسي اللي انا اعطيه الشانس نتاعو، ملاعب يقعد عام ما لعبش في الدوري التونسي، وهلال الشابه البلوز امبورتون اليوم هو الترشح للبلاي اوف، لان المردود نتاع الملاعبين ما نجموش نطلبوا منهم برشا حاجات مونك دو كومبيتيسيون تحب ولا تكره، لكن اليوم هلال الشابه يعرف كيفاش يسافر، يعرف قاعد يعمل في مش من السهل باش تعمل نتائج ايجابيه وقت انت عندك سنه ممنوع معناها من الدوري التونسي، خلات اللي الحمد لله ربي عرفوا كيفاش يتعاملوا مع مسيو مارشان باش ما تصيرش برشا اصابات، باسكو مش من السهل راهو اليوم ما ننساوش اللي هي الشابه وصلت ما عندهاش مع شكون تلعب المباريات، اول مباراه وديه لعبوها ضد لمطة، وشكرا لاهالي لمطة وفريق لمطة اللي عمل المباراه هذه باش ضد هلال الشابه باش تكون اوموا شويه باش كومبيتيتيف. الهدف الاول لسليمان قدم لكليو في دقيقه 56، هدف يوسف المصراتي سي المنشي. فوالا نفس الشفا وصابر خليفه اللي انا نحب ولا نكره في الميدان وخارج الميدان تلقاهم موجودين. اليوم النادي الافريقي وشفنا الجماهير ماهيش فرحانه بالمردود نتاع النادي الافريقي، وهذا الشيء اللي شفت انا منتصر روحيشي بعد مباراه النجم الساحلي ما كانش فرحان بالنتيجه معناها تعادل، حبي يفوز، يعرف اللي ثم باش تصير رياكسيون من جماهير النادي الافريقي، لان جماهير النادي الافريقي كيوقف مع الفريق اليوم من الفريق ومن الملاعبيه يلزمهم يقفوا مع الفريق ويعرفوا قيمة النادي الافريقي اليوم. خلاتي هاو شفنا لان كي تبدا ما عندك اجواء معناها في الميدان وخارج الميدان هذا اللي يخلي اللي اليوم ثم ركائز من الركائز النادي الافريقي اللي ماهمش موجودين بلا العيفه وصابر خليفه ومستقبل سليمان ثم رياكسيون صارت لان العمل قاعد معمول معناها زلفاني رجع ويعرف الفريق والرياكسيون البسيكولوجيك هاي صارت الحمد لله يا ربي، لكن اليوم النادي الافريقي ينجم يعمل رياكسيون، اما ثم برشا اشياء يلزمها تتغير. اليوم سيكو ثم اون ايكيب اسمها النادي الافريقي بجماهير اسمه النادي الافريقي حتى كان يلعبوا في الصحراء يعملوا او يكلو، خلات اللي اليوم النادي الافريقي باش يتعدى بظروف صعبه خارج ميدانه، مي حذاري الوقفه يلزمها تكون من الملاعبيه لان الجمهور عطاه كل ما في وسعه باش اللقطه الشيء اللي عملوه باش تكون اوني كوموند
وحمد لله ربي اللي فريق اسمه النادي الافريقي عنده جمهور كما جماهير النادي الافريقي. باه باش نكمل مع المقابله الاخيره، حمام سوسه نادي حملام في التعادل السلبي دون اهداف، لكن قبل هذا نعتذر للاحباء نتاع المتلوي هي متقدمه على تطاوين واحد بلاش، الابليكاسيون اللي قاعد نتبع فيها هي اللي غلطتنا، ونسبيرونس تضيف الهدف الثاني ضد السيابي اثنين بلاش ترجي قدام السيابي. فقط نكمل مع تعليق سيمونجي على التعادل السلبي حاليا في مقابله حمام سوسه حمام لمف. حمام لمف ماك تعرف اليوم، حمام سوسه اليوم تعرف كيفاش تسافر، شفنا المباراه الاخيره ضد الترجي الريفي التونسي معناها 0-0. نقول اللي حمام سوسه زاد نفس المشاكل اللي قاعده صايره في حمام لمف، اللي ما فماش استقرار، ثم برشا تغييرات في معناها الاداره في الاطار الفني، شفنا الاشياء اللي صارت مع سي الحبيب الماجري خلات اللي اليوم ان شاء الله اليد في اليد، لان حمام لمف تستاهل كل الخير، كل الفرق يستاهلوا كل الخير، لان اليوم البلاي اوف البلاي اوت هذه ماهيش فكره اكسبسيونال تونجي نهار ان شاء الله نحكيو فيه، لان اليوم اللي يعرف كيفاش يفوز حمام لمف عندها لوبليغاسيون باش تفوز ضد حمام سوسه، حمام سوسه التعادل اللي يكفيها، لكن اليوم شفنا العمل اللي قاعد يتعمل في حمام سوسه، تشوف كي يعرف كيفاش يسافر، يعرف كيفاش يلعب دوميسيل، ويعرف كيفاش يفوز معناه في المباريات المهمه برشا. فقط اهداف الاسبيرونس دوبلين محمد علي بن حموده اللي دخل في الشوط الثاني تقريبا نص اهداف ليه في تقريبا اول مقابله ليه ولا الثاني مقابله بعد العوده من الاصابه، يسجل ثنائيه سي المنشي. هذا مهاجم انا وقتها كنت معاه في الاحد الرياضي وقلت له ما تجيش في الفتره الشتويه نتاع الترجي الريفي التونسي لان البريسيون باش تكون عليك كبيره برشا، يجا في الفتره الصيفيه ومالوريزمون جاء في الفتره الشتويه لان ما ينجمش يرفض الترجي الريفي التونسي، وشفنا في الفتره الشتويه هذيك ما نجحش معناها مع الترجي الريفي التونسي ورجع للمستقبل سليمان، لكن الى بوتنسيال انورم الوليد هذايا، واليوم يلزمنا معناها اذا كان رجوعه في الترجي الريفي التونسي معناها اوموا استعمال واستغلال الملاعب هذايا حتى ايدو ينجم يستفيد من وجود محمد علي بن حموده، راهو ايدو ينجم يستفيد، لان اليوم على المرزوقي انا لامبريسيون كاين كاسور صارت ما بينه وبين الترجي الريفي التونسي، اليوم ايدو ينجم يستفيد من وجود محمد علي بن حموده، واليوم محمد علي بن حموده الحاجه الباهيه فيه او كلا ريبونس اعطاها في التيران، اليوم شالقى روحه موجود معناها في الترجي الريفي التونسي مسجل هدفين ضد النادي البنزرتي، دونك سافا تيتر اكسبسيونيل بور لا سويت دو سا كارير في الترجي الريفي التونسي. يعطيك الصحة، شكرا ليك سي المنجي على كل هذه التفاصيل الفنية مديتنا بها بخصوص الجولة العاشرة للبطولة. قبل ما نمشي للأخبار نعطيكم النتائج إلى حد الآن، دقيقة 65 الإسبيرونس متقدم على السي بي 2 بلاش دوبلي محمد علي بن حمودة، السي اس اس منهزم ضد اتحاد بن قردين 1 بلاش، هدف لسعد الجزيري في الدقيقة 56 من المقابلة، 62 دقيقة لاعب في مقابلة حملم في حمام سوسة تعادل سلبي دون أهداف، المتلاوي منهزمة في الدقيقة 66 متقدمة في الدقيقة 66 على اتحاد تطاوين 1 بلاش، هذم النتائج في المجموعة الأولى. في المجموعة الثانية النجم الساحلي متعادل في الدقيقة 66 مع لو اس مو دون أهداف، سليمان متقدمة على الكلوب 1 بلاش، هدف يوسف المصراتي في الدقيقة 56، الرجيش متقدم على جرجيس 1 بلاش، هدف ملك بحر ضد مرماه، الاولمبي البيجي منهزم قدام الشابه 1 بلاش في الدقيقه 65 من المقابله. يعطيكم الكلاسمون الى حد الان، المجموعه الاولى اسبيرونس الاولى 20 نقطه، ثم اتحاد بن قردين 18 نقطه، سي اس اس ومعها اتحاد طاوين 16، حمام سوسه كيف كيف نلقاوها بعدهم في الكلاسمون عندها فقط 13 نقطة، ثم متلوي 12 نقطة، السابع سي بي 10 نقاط، في أسفل الجدول نلقاو حمل لمف 6 نقاط. في المجموعة الثانية نلقاو نجم الساحلي الأول 19 نقطة، ثم لوكليوب 16 نقطة ومعها رجيش، ليتوال 12 نقطة ومعها الشابة 10 نقاط، الأولمبي البيجي كذلك جرجيس، سليمان في أسفل الجدول كيف كيف ب 10 نقاط. هذا الكلاسمون الوقتي لحد الآن في انتظار نهاية المقابلات. الأخبار وبعد راجعين.